بالوحدة والتضامن بغيناه يكون يكون بالوحدة والتضامن بغيناه يكون يكون إبلاغ الصوت ديال هاد الناس هادو اللي هما ناس تعرضوا لواحد النوع من الحيف تتعلق بالحق ديالهم في السكن. إذا هاد الناس هادو في إطار المبادرة الملكية إعادة الهيكلة ديال المخالف عين السبع وكذلك في سوق السلس، هاد الناس هادو كانوا ساكنين بحالهم بحال كاع الناس، وللأسف الشديد أن طلبوا منهم باش يغادروا الأماكن ديالهم لأن هناك إعادة الهيكلة، وبالتالي غيستافدوا من توا من الحق في السكن. للأسف الشديد هذه تقريبا ما يزيد على 25 سنة والناس الآن تتعاني وما عندها حتى شي وسيلة باش تتواصل مع الناس المسؤولين، والوسيلة الوحيدة اللي احنا الآن بصدد التطبيق ديالها هو الوقوف احتجاجا على هذا الحيف هذا، ومن خلال نطالبوا السلطات المحلية باش تفتح لنا هذا الملف هذا وتحاول ما أمكن تشوف هاد الناس هادو وتراعي الظروف ديالهم. راهم مساكن مقهورين وفي نفس الوقت كاين اللي كاري كاين اللي ربما مسكين غير تيجرجر في الوقت والغلاء ديال المعيشه، وللاسف الشديد ما كاينش اللي تيتصنت لهم. فالوسيله الوحيده هي هاد الوقفات هذه اللي تنقوموا بها على اساس ان الناس المسؤولين ينتبهوا لهاد الاصوات ديال هاد الناس هادو. ما حقيقي بلادي ريبوا اختي انا من 2016 يا انا ولادي كنخلص التراب بزاف ديال المسائل، بيت واحد كنعجن فيه كنطيب فيه كنخبز فيه، مجموعه كامله معايا نفس الماء نفس المشكل نفس المساكن هكا مقرفسين مع الدرين، ما حيت لا الكرام حيت لا المعيشه كل شيء بلا كل شيء. انا كنخدم في الديور مره نخدم في القهاوي مره هكا وغدا مع الحياه ديالي مع وليداتي، وهاد الناس مساكن مثل دابا كنطلبوا السكن ديالنا ريبونا بغينا محالاتنا. من 2016 حنا كنطيحوا كنمشيو عند راشد قلت عند عامل عامل قلت سيري عند رئيس الدائره قلت شوف القايد ديالكم كل مره كنكون في قنت. راه حنا تمحلنا وتعذبنا وكلنا هاد الناس اللي تتشوفوا كلهم وجه الكيره، كاين اللي ما عندوش خداو لينا هدموا لينا، قال لك عطاونا واحد الكلمه بانهم غيعطيونا غسيروا، كونوا الشيخ القايد واقف قال لك غسيروا غتاخذوا غتلتزموا بالحقوق ديالكم، من بعد حتى شي حاجه ما عطاونا. حنا راه مكرفسين والغيله والتعب والتمر والوليدات تيقراو، الله يخليكم اللي تلتجؤوا لينا. شوفوا في حالنا الناس كلهم هنا دراوش، حتى واحد دخلوا لاكارت ديالهم ما تلقاوش عنده السكنه، كل شيء واقف كل شيء ما عندهم. الله يجازيكم بخير، لما انتظروا لينا حنا الفقراء راه ما عندناش اليد الظليمه غلباتنا حنايا بزاف. الله يعطيكم الله يخليكم الله يكثر بكم الله يكبركم لما شوفوا من جهتنا. شكرا يا المسؤول.